قدامها شكل تاني واداء تاني وروح تاني. والسيراميكا مع احمد سامي فريق كبير وفريق قوي جدا جدا ما فيش كلام. كره الطريه محمد الشامي لسه مع الكره الشامي ترجع ورا لاحمد مدبولي. مدبولي والهجمه لعمرو الحلواني عرضيه تعدي متابعه متابعه طول اللمسه هو الدفاع من سيراميكا. الشوط الاول ادي العاده وادي على طول عرضيه وادي المتابعه موجوده بقدم محمد الشامي وادي ركله جزاء لصالح الدراويش. ركله جزاء لصالح الدراويش جت في ايد المهاجم باسم مرسي طول عامر 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 وبهر المحمد ايوه حطها جميله. جول 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 الهدف الاول هدف التقدم للاسماعيلي. الفرحه الكبيره والسعاده الرهيبه لكل العاشقين والمحبين وعشق السنين وحب الملايين. الاسماعيلي يتقدم الان بهدف اول من ركله جزاء بقدم باهر المحمدي في الدقيقه مشاهدينا 13 من الزمن الشوط الاول. والهدف الثاني للمحمدي في الدوري المصري في هذا الموسم من محمد الشامي. ترجع من التوني تصل محمود نبيل قطعوه جابوها لاعبي الاسماعيلي. السرعه منتهى الخطوره 5-2 خطيره جدا رهيبه جدا. مدبولي والسنده خطيره واللمسه والمتابعه والهدف جول. الهدف الثاني مزيكا. الهدف الثاني سيمفونيه. الهدف الثاني عملوها ثاني وسجلهم. الهدف الثاني بقدم عبد الرحمن مجدي. يا الله يا الله يا الله. الفرحة الكبيرة الفرحة الكبيرة والسعادة الرهيبة على الإسماعيلي. سيمفونية فن ولعب ومتعة عين. بص الهجمة السريعة بص الانطلاقة الرهيبة بيلعبوا عليها طوال الشوط الثاني لعيبة درويش. الله على السيمفونية والمزيكا والمتعة بل كل الجمال في الهدف الثاني اللي سجله النجم عبد الرحمن مجدي. ادى على طول تحرك ولمسه وجماعيه وعلى طول متابعه ثم تصوبه جميله بالقدم اليسرى بروقان عالي قوي وبفكر عالي قوي بقدم النجم العالي قوي عبد الرحمن مجدي عشان نادي الاسماعيلي يعملها تاني ويسجل هدف تاني.